مساء الخير. أعلنت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة بعدد من المدن والمحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية اللي عم تضرب المملكة العربية السعودية من تساقط الأمطار الغزيرة، كما توقعت مصلحة الأرصاد الجوية ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة بتخللها برق رعد وأمطار مصحوبة برياح قوية وتساقط أمطار غزيرة بالمناطق الشمالية مروراً بالرياض ووصولاً إلى المناطق الشرقية بالمملكة. بالعودة لطقسنا، خريف مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة فوق معدلات السنوية لمثل هالوقت من السنة، الرطوبة عادية، البحر معتدل موج وحرارة 124 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وارتفاع بسيط فوق الجبال وتكون ضباب على المرتفعات، ولبكرة طقسنا رح يكون غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلات السنوية لمثل هالوقت من السنة، على أنه تتغير الأجواء بدءا من الأحد لتتحول إلى أجواء غائمة وممطرة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 18، على المرتفعات 13، بالبقاع 6 والأرز 4، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن بالقبيات 21، صغرتها 24، راشانة 25، بننتقل من بعدها إلى الجية 25 درجة، معركة 25، حبوش 21، راشاية الفخار 22، المنصورية 22، النوبين 14، وزغرين 21. أما الرطوبة فبتتراوح بين 35 و60%، حرارة سطح الماء 24 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح شرقية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدنها 18 أقصاها 25، نهار الأربعاء بتتراوح بين 18 و26، ونهار الخميس بين 19 و27. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا إذن نبدأ مشوارنا من عمان 18 ودمشق 18، ومننتقل من بعدها إلى طرابلس 19 وتونس 18، لندن 8. وهيدا كان كل شيء. باي.